مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في لقائنا المتجدد مع من القاهره، ومتابعه التواصل معاكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهره باذن الله. بالتاكيد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التجربه على مدار السنوات الماضيه بتشكل سلاح ذو حدين، ليها انعكاسات ايجابيه وفي ذات الوقت ربما بعض المحاذير لانها ليها سطوه كبيره جدا لدى الشباب ربما على مستوى العالم، ويجب ان يكون في تعاطي جاد معها حتى نضمن ايجابياتها ونحد قدر الامكان من اي تداعيات يمكن ان تنجم عنها. من هنا تتصاعد المطالبات ان يكون في تعظيم للاستفاده من مواقع التواصل الاجتماعي، بقول اخر ربما تقنين اوضحها، وبالتاكيد هذه القضيه القت بظلالها على فعاليات منتدى شباب العالم في مدينه شرم الشيخ، وفي توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار من خلال مطالبة بتشكيل لجنة قومية تناقش هذا الموضوع من كافة الاتجاهات حتى يتم تعظيم الاستفادة المنشود لها. وبالتأكيد في آليات يجب أن تكون متوافرة على أرض الواقع لتحقيق التطلعات في هذا الإطار. ده هيكون موضوع موضوعاتنا اللي هنفتحها النهارده مع حضراتكم في من القاهره، بالاضافه الى موضوع اخر ليه ابعاد ايجابيه سواء على صعيد السوق العقاريه المصريه او ايضا فيما يتعلق بتعظيم الدخل القومي والعمله الصعبه الوافده الى مصر من خلال منح الاقامه للاجنبي لغير السياحه مقابل تملك وحدة سكنية، اللي بالتأكيد هي خطوة إيجابية على أكثر من صعيد. هنتطرق أيضا تفصيلا لكثير من الملامح وثيقة الصلة بهذا الموضوع من خلال وقفة حوارية ثانية في من القاهرة مع حضراتكم. نبقى معكم ومتابعتنا الإخبارية تتوالى، لكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. بحضراتكم من جديد. بالتأكيد التطورات في ليبيا بتلقي بظلال قوية جدا على المشهد العربي، الدور المصري يعول عليه بشكل كبير لاستثمار هذا الثقل لخدمة عودة الأمور إلى طبيعتها وعودة الاستقرار إلى ليبيا، وفرصة سانحة للاجتماع بين الفرقاء الليبيين من خلال القمة المصغرة في باليرمو بإيطاليا. حضور قوي بالتأكيد مرتقب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال زيارة لسيادته إلى إيطاليا إلى باليرمو تستمر لمدة يومين يصل إليها للمشاركة في هذه القمة المصغرة حول ليبيا. وصل بالفعل يوم الاثنين السيد الرئيس في هذه الزيارة للمشاركة في هذه القمة وسط الكثير من التطلعات وفي ذات الوقت التداعيات اللي بيمر بها الشأن الليبي وكثير من المحاذير اللي بالتأكيد هتوضع في الاعتبار ومحاولة لإحداث زخم حقيقي لمشاركة فاعلة من قبل الفرقاء الليبيين للتوصل إلى معطيات ربما يبنى عليها ارتقاء لإيجاد حلول حقيقية في الفترة القريبة القادمة. السيد الرئيس السيسي يشارك في عمل القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. ينضم إلينا متابعا لجولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باليرمو والفعاليات التي تشهدها القمة المصغرة على خلفية التطورات في ليبيا. معنا علاء رشوان مباشرة من هناك، أهلا بك علاء، مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدي من القاهرة على شاشة النيل. أبرز الفعاليات المرتقبة والموضوعات اللي حيتم التطرق لها خلال هذه القمة المصغرة اللي حيشهدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار تواجده على مدار يومين في باليرمو إيطاليا. نعم، كما ذكرت هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من الجانب الإيطالي من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية الدور الهام والمحوري الذي تلعبه مصر في تسوية الأزمة وحل حالة الأزمة في ليبيا
بطريقة سلمية، انطلاقا أيضا من دعم مصر للجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار. من المنتظر أن يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح صباح غد في انعقاد القمة المصغرة لرؤساء الدول المعنيين بالأزمة الليبية جنبا إلى جنب مع المبعوث الأممي غسان سلامة، بالإضافة إلى عدد من الحضور الذي تأكد بالفعل مشاركتهم. نتحدث هنا عن جميع أطياف المجتمع الليبي، رئيس أو قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وصل بالفعل منذ نحو ساعتين، أيضا سبقه في الوصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وأيضا رئيس البرلمان أو مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وأيضا عدد من رؤساء القبائل والعشائر الليبية الفاعلين في المناطق المختلفة سواء الوسط الليبي أو الغرب أو الجنوب الليبي. هناك أيضا عدد كبير من رؤساء الوفود، رئيس وزراء روسيا حضر بالفعل، الرئيس التونسي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوفود من كل من تونس والمغرب والجزائر وأيضا تشاد، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا والولايات. هذا الحضور اللافت على هذا الحضور اللافت بقيادة بالتأكيد مصر ودورها المعروف سواء تجاه ليبيا أو تجاه الكثير من الشقيقات العربية، كيف يمكن أن يستثمر لإحداث نقطة تحول حقيقية في الملف الليبي في مرحلة حرجة بالتأكيد يا موربي؟ بالطبع هذه المساعي تضاف إلى مساعي سابقة بذلت في عدد من المؤتمرات، كان آخرها مؤتمر باريس في مايو العام الماضي، ويضاف إلى هذه المساعي هذا المؤتمر مؤتمر باليرمو لدعم الخطط الأممية المقدمة عبر المبعوث الأممي غسان سلامة فيما يتعلق بدفع الجهود لتوحيد المؤسسة العربية، بالإضافة إلى تهيئة الساحة الليبية وجمع الفرقاء الليبيين لتهيئة المناخ ل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ربيع العام المقبل، نتحدث هنا عن شهر مارس. أيضا المبعوث الأممي قدم رؤية بإطلاق مؤتمر للحوار الوطني بين مختلف الأطياف الليبية من المزمع عقده في يناير من العام المقبل، تضاف هذه المبادرات إلى عدة مبادرات أخرى من مصر تحديدا لدعم شمل الفرقاء الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية الجهود التي بذلتها القاهرة منذ نحو العامين والتي لا تزال تستمر أثمرة عن توحيد المؤسسة الليبية العسكرية. المجتمع الدولي ينظر الآن إلى توحيد الفرقاء الليبيين حول خريطة سياسية تضمن تحديد كافة أطياف المجتمع الليبي والانطلاق بهذه الخريطة باتجاه أشكرك جزيل الشكر على رشوان على هذه المتابعة من باليرمو بإيطاليا، وبتأكيد المتابعة تتوالى على مدار أيام فعاليات هذه القمة المصغرة في باليرمو التي يحضرها ويشارك فيها بفعالية بالتأكيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومساعدي وزير الخارجية والمدير التنفيذي لأكاديمية تدريب وتأهيل الشباب ومدير المعهد القومي للإدارة وكثير من الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ توصية منتدى شباب العالم بشأن تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الإفريقي على القيادة، وهو ما يأتي في إطار تفعيل قرارات منتدى شباب العالم الأخير وإيضاحات من قبل رئيس الوزراء أن سيد رئيس الجمهورية كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بوضع الآليات التنفيذية الكفيلة بتدريب الشباب الإفريقي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الإفريقي على القيادة. وأشار إلى أن الأكاديمية تعد إحدى آليات استعادة قوة مصر الناعمة في القارة السمراء. أشاد دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإصلاح الأراضي بمبادرة الإصلاح الزراعي بتخصيص 1000 منفذ لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة بمقر الجمعية على مستوى الجمهورية
مما يسهم بالتأكيد في حل كثير من المشكلات على رأسها الحد من الحلقات الوسيطة. وذكر وزير الزراعة خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أشار إلى كثير من القرى ربما اللي بتفتقر لوجود مقر الإصلاح الزراعي، وإن هيتم إنشاء منافذ توزيع بها لتخفيف حدة الضغط عليها ومعاناة المواطنين، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد المنافذ ستكون هناك روابط أكثر بين المنتج والمستهلك، وهو الأسلوب الأمثل لتخفيض الأسعار على المواطنين. بالتأكيد كثير من المواطن الأهمية اللي بينطوي عليه هذا المشروع، منها تأكيد ضرورة دور الاتحاد التعاوني في خدمة المجتمع وارتباطه بخطة تنفيذية وجداول زمنية حتى يخرج إلى النور في أقرب وقت ممكن بإذن الله. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن مشكلة القمامة في مصر ليست وليدة اليوم أو أمس، وإنما هي حصيلة تراكمية على مدار سنوات، وأوضح إن مصر بها نحو 22 مليون طن قمامة هذا العام في حاجة إلى رفعها أو التعامل معها، وإن المعدل السنوي العادي هو 20 مليون طن. أضاف الوزير في كلمته أمام مجلس النواب أنه تم الاستقرار على عمل دراسات من خلال كلية الهندسة ومراكز بحوث الجامعات، وتم إرسال هذه الدراسات إلى المحافظين، لكن بعد حركة المحافظين الأخيرة تمت إعادة هذه الدراسات وإرسالها مرة أخرى إلى المحافظين الجدد بعد الاستقرار على الشكل العام للمنظومة الجديدة اللي تحتاج إلى حوالي 7.7 مليار جنيه من أجل تطبيقها. ويعني بالتأكيد العمل جاري على قدم وساق وتلبية واتساقا مع توجيهات سيد رئيس الجمهورية بدخول القطاع الخاص بداية من الجمع إلى المدافن، على أن تساعد الوزارة في توفير المدافن وتحت إدارة القطاع الخاص. تتوقع الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا، وبتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وربما في أمطار مرتقبة. بالتأكيد نتعرف على المزيد للأحوال الجوية اللي هتكون في اليومين الجايين ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، وربما أيضا نصائح مقدمة إلى المواطنين في هذا الإطار. ومعنا على التليفون دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. التوقعات الجوية اليومين الجايين ايه يا فندم؟ لان بالتأكيد يعني يمكن دلوقتي احنا في مرحلة ما بين الفصول، حضرتك بقى ممكن تقول لنا التوصيف المتخصص ليها وايه النصائح اللي ممكن تقدم للمواطنين في مثل هذا التوقيت؟ طبعا احنا عارفين احنا الفصل الخريف، فصل الخريف من سماته انه بيبقى في النهار دافي ولكن في الليل بيبقى بارد، لكن عموما مع اخر الاسبوع دون هيبدا النهار تنخفض فيه ايضا درجة الحرارة، حيث تصل في نهاية الأسبوع على القاهرة إلى 23 درجة، وده يعتبر انخفاض برضه في هذا الوقت من العام. الحرارة الصغرى منخفضة أساسا ولكنها تنخفض مرة أخرى في نهاية الأسبوع، وبالتالي هيبقى الجو بارد من أول الليل إلى آخر الليل. الشبورة المائية بحذر منها في الصباح الباكر على أغلب الطرق خاصة القريبة من الساحات المائية والمزروعات. أيضا فرص سقوط الأمطار مستمرة معايا على السواحل الشمالية، هي تبقى خفيفة متوسطة بكرة، لكن يوم الأربعاء هتبقى يعني تبقى من متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ممكن توصل خفيفة إلى القاهرة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المقاربة، وتأكيد دايما مهم أن احنا نتعرف أولا بأول على أحوال الطقس، والنصائح الحقيقة اللي حضرتك بتقدمها مثمنة جدا. أنا بشكر خصوصا بالنسبة سواء لارتداء الملابس أو للحالة المرورية العامة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. بنتواصل مع حضراتكم في جولتنا الإخبارية المعتادة اللي بنستهل بها لقاءنا معاكم في من القاهرة، وتصريحات لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن القيادة السياسية في مصر تدعم الفن والثقافة وبناء الشخصية المصرية،
وأضافت في تصريح لها عقب توزيع الجوائز في ختام الدورة 27 لمهرجان الموسيقى العربية إن هذا المهرجان حقق نجاحا كبيرا، وأعربت عن سعادتها لأن معظم الجوائز فاز بها أطفال، بالتأكيد هو ده جيل المستقبل كما ينبغي أن يكون. وارتأت الوزيرة أن ذلك يبشر بمستقبل باهر وزاهر في مجال الفن، موضحة أنها أوصت بزيادة الجوائز المالية لإتاحة فرص أكبر للأطفال وتشجيعهم على العطاء والابتكار، خاصة في ظل توسيع المشاركة من قبل الأطفال من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. مصر حصدت جميع جوائز العزف على آلة الكمان ومسابقتي دكتورة رتيبة الحفني في الغناء للشباب والأطفال، بلغ إجمالي قيمة الجوائز 100,000 جنيه في المسابقات الثلاثة، و22 فائز تسلموا الجوائز المالية وشهادات التقدير من بينهم 12 طفل في مسابقة الغناء. نتحول إلى جانب من تصريحات أدلت بها وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد قبيل بدء فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي في لقاء خاص أجرته قناة النيل الأخبار معها، وأكدت فيه أن هذا المؤتمر ينطوي على أهمية كبيرة وأنه هو بحق سوف يرسم خريطة التنوع البيولوجي إلى ما بعد عام 2020، مما يعزز أهمية استضافة مصر لهذا الحدث، وبالتأكيد سوف يترجم ذلك ما سوف تكون عليه الفعاليات اللي هتشهدها مدينة شرم الشيخ اللي هتبدأ يوم الثلاثاء بحضور حوالي 43 وزير بيئة ممثلين عن مختلف الدول الإفريقية. نتابع. مع الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعدادات الوزارة لمؤتمر الأطراف أو التنوع البيولوجي 14. السلام عليكم. استعدادات جمهورية مصر العربية مش الوزارة لاستقبال المؤتمر التنوع البيولوجي 14. بدأنا بعد مؤتمر الشباب الاستلام بتاع القاعة، ابتدينا نعمل التجهيزات المطلوبة. النهاردة كان اليوم الأول لسكرتارية الأمم المتحدة إن احنا نسلمها القاعة، فرفعنا الأعلام علم الأمم المتحدة وعلم جمهورية مصر العربية، ودي من ضمن المراسم اللي متعارف عليها في الدول اللي بتستضيف مؤتمرات للأمم المتحدة. وتم فعلا تسليم المبنى بالغرف المجهزة للسكرتارية بتاعة الأمم المتحدة. بدأنا في تسجيل مجموعة من الحضور، بدأ أول اجتماع غير رسمي للمجموعة الأفريقية المفاوضين الأفارقة لموضوعات التنوع البيولوجي، وذلك قبل بداية الشق الوزاري رفيع المستوى غدا إن شاء الله لأفريقيا. الحقيقة هو المؤتمر ده بنسميه African Cup، مؤتمر أفريقي، مش لأنه بيعقد على أرض أفريقية فقط، ولكن لأن مصر هتكون هي أول رئيس لهذا المؤتمر من القارة السمراء. ويمكن اللي أهم من كده أن في تطلعات كبيرة جدا للدول الأفريقية في ضمان دمج الشواغل الأفريقية في هذا المؤتمر. المواطن عايز يعرف يعني تنوع بيولوجي. تنوع بيولوجي يعني هو كل حاجة احنا موجودين عليها على الأرض، هي ببساطة الأرض اللي احنا بنمشي عليها، هي الزرع اللي احنا بنستفيد منه، هي الغذاء، هي المية، هي السيمفونية بتاعة دول كلهم مع بعض. لما تيجي تبقى ماشي على الأرض بيبقى فيه بلاط، لازم البلاط ده يركب كله مع بعضه. ربنا خلق الأرض دي على أساس ان فيها كائنات بحرية، فيها حيوانات، فيها إنسان، فيها بحر، فيها سمك، كل الحاجات دي بتتناغم مع بعض في حاجة اسمها النظام الأيكولوجي. عشان ده يبقى صحي لازم كله يعرف يشتغل مع بعض، وهي دي فكرة التنوع البيولوجي. يعني المؤتمر ده من أهدافه أنه هو يحافظ على تناغم هذه الأشياء في البيئة ولا؟ المؤتمر ده احنا بنحاول ان احنا دلوقتي نستثمر شعار المؤتمر الاستثمار في البشر وفي كوكب الأرض من خلال التناغم مع الطبيعة. التناغم مع الطبيعة يعني ايه؟ يعني نرجع تاني للطبيعة. الطبيعة لما الإنسان بيبتدي ان هو يعمل أنواع من استخدام جائر للموارد الطبيعية، بيتحصل ان الطبيعة بتقل
تقلب عليه. فالمؤتمر ده بيناقش كل السبل ان الانسان يرجع تاني في مرحلة تصالح مع الطبيعة، في مرحلة بيتناغم مرة اخرى مع الطبيعة، من خلال مناقشة 5 قطاعات حيوية هي بتؤثر بصورة مباشرة على الارض وعلى الانشطة وعلى كل حاجة. هي قطاعات الطاقة، الصناعة، الاسكان، الصحة والتعديل. أهمية انعقاد هذه النسخة في مصر، يعني يمكن الأول مرة في مصر، في مصر والدول الأفريقية والدول العربية. هو أول مرة الحقيقة إن يبقى في مؤتمر للأمم المتحدة زي الكتاب ما بيقول. المؤتمر ده بينعقد دايما في كندا في مونتريال في مكان السكرتارية التنفيذية، أو بتستضيفه أحد الدول الأخرى. أهمية هذا المؤتمر في طبعا شق هام جدا، هو إن إحنا بنقول إن إحنا قادرين، إن مصر بلد سلم، إن في سلام وأمان، إن إحنا قادرين إن إحنا ننظم هذا المؤتمر، قادرين إن إحنا نستوعب هذا العدد الضخم من الجنسيات المختلفة والدول المختلفة إن هي تبقى موجودة. ولكن القيمة اللي أكبر اللي أنا دايما بقول عليها هو مش الحدث نفسه، ما بعد الحدث، هو رئاسة مصر لهذا المؤتمر وما تستطيع أن تقوم به مصر لأفريقيا في ظل تأهبنا لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، للعالم كله، لرسم خارطة الطريق فيما بعد 2020. كان ربنا اختار ان احنا نستضيف هذا المؤتمر عشان مصر تستطيع ان تضع بصمة في مجال هام جدا بينشأ عليه كل أنشطة التنمية، وان هي ترسم الخريطة مع كل الدول، مع كل الأطراف، لما بعد 2020 وماذا سيحدث في هذه الاتفاقية. يعني هناك مبادرة من وزارة البيئة لدمج 3 اتفاقيات الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي دي من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعمل اختلاف فيها. في 1992 بدأت هذه الاتفاقية، وبدأ معاها اتفاقية تغير مناخ واتفاقية التصحر، وطلعوا الثلاثة مع بعض عشان يأسسوا مسار التنمية المستدامة في العالم ويساعدوا العالم انه يبقى فيه تنمية ولكن مستدامة. للأسف لأسباب أو لأخرى تم فصل هذه الاتفاقيات وبقت كل واحدة ماشية في اتجاه لوحده. المبادرة المصرية بتنادي بالرجوع 3 اتفاقيات مرة أخرى يبتدوا يشتغلوا مع بعض. لما نيجي نعمل مشروع ما نفكرش فقط في التنوع البيولوجي، نفكر في تغير مناخ، نفكر في التصحر. ده هيساعد على 1 التأثير الإيجابي متعدد الجوانب، 2 حسن استخدام الموارد المالية في ظل شح الموارد المالية على المستوى العالمي للتحديات التنموية، 3 تبتدي مصر هتحط بصمة مختلفة على مستوى هذه الاتفاقية اللي بقت بتصاب بنوع من أنواع الإحباط بسبب عدم الاهتمام بيها في ظل الزخم السياسي اللي بتحصل عليه اتفاقية تغير مناخ. أخيرا فندم، سيادة الرئيس هيشرف المؤتمر إن شاء الله في جلسة يوم 17 ولا؟ إن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل. جاري التأكيد أن الرئيس إن شاء الله يشرفنا في الافتتاح الرسمي، لأن دي ضيوفه وضيوف البلد، وإن شاء الله يبقى افتتاح موفق بإذن الله. بشكرك جدا معالي الوزير. شكرا يا فندم. شكرا.